الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ صدق الله العلي العظيم. مئة سنة مضت بالسنوات الشمسية للقمرية، في مثل هذا الشهر قبل 100 سنة بالضبط ابتدأت الحرب العالمية الأولى. حرب دمرت بلادا عديدة تدميرا كبيرا، الحرب هذه استمرت 4 سنوات و2 أو 3 أشهر، ولكن ما كانت مثل بقية الحروب. مشاهد مأساوية جدا في يوم واحد، يعني في أقل من 24 ساعة، في بقعة من خط الحرب الطويل، في بقعة لا تتجاوز 12 كيلومترا مربعا فقط، بقعة صغيرة. ألقوا في هذه البقعة في 12 كيلومترا تقريبا مربعا، ألقوا خلال يوم واحد وخلال أقل من يوم واحد 1,500,000 قذيفة. تصوروا العدد الهائل، يعني البشر أزيل من تلك البقاع، أزيل الحيوانات، أزيلت النباتات، أزيلت التربة. التربة إلى ما يقارب من 70 سنة هذه التربة ما كانت تربة عادية،
في هذه الحرب خلال 4 سنوات وشيء قتل أكثر من 10 ملايين شخص. بعد هذه الحرب المدمرة التي دخلت فيها دول عديدة، طبعا مركزها كان في أوروبا، اجتمعوا أعلنوا انتهاء الحرب. ولكن المشكلة الواقعية التي أوجدت وأشعلت هذه الحرب ما كانت قد انتهت، يعني نار تحت الرماد. ما مضت إلا سنوات، بالتحديد 21 سنة، إلا وابتدأت في نفس المنطقة حرب أعظم، حرب أكثر تدميرا، حرب أكثر شمولية، الحرب العالمية الثانية. هذه الحرب عدد القتلى فيها على أقل التقادير تجاوز 30 مليون قتيل خلال 6 سنوات ويوم بالتحديد، بالسنوات الشمسية طبعا. طبعا البعض كتبوا أنه العدد تجاوز 60 مليون، عدد القتلى فقط ناهيك عن الجرحى. البعض كتبوا أنه تجاوز 85 مليونا، البعض كتبوا أنه ما يقارب من 100 مليون قتيل. حرب مدمرة. الدول التي كانت في وسط الحرب 24 دولة، الدول التي كانت في أطراف الحرب 59 دولة، الدول التي شاركت بشكل أو بآخر في هذه الحرب 117 دولة. هذه الحرب كم دمرت؟ الدمار الاقتصادي أصلا لا يحصى، الدمار البشري الذي بقيت آثاره إلى ما يقارب من 50 سنة بعد انتهاء الحرب. هذا شيء. الدمار السياسي، دول عظمى أصبحت دول فقيرة جدا، دول ضعيفة جدا، أهم أسس الحياة غير موجودة فيها. بريطانيا كانت من الدول العظمى، فرنسا كانت من الدول العظمى قبل الحرب العالمية الثانية، ألمانيا كانت دولة قوية، إيطاليا كانت دولة قوية، كلها أصبحت دول فقيرة لا تملك أوليات الحياة. 85% من البنية التحتية دمرت في هذه الدول، أصبحت دولا عادية، انتهت أصلا، ابتدأت من الصفر، ما بقي شيء. لا علينا بكل هذه التفاصيل، إنما علينا شيئان. الشيء الأول، ما هو سبب هذه الحرب؟ وهذا هو السبب لكل حرب. الشيء الثاني، ما يجب علينا؟ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. الإنسان يلزم أن يرجع إلى تاريخ الأمم السالفة حتى يعرف الأخطاء لكي لا يرتكب تلك الأخطاء، حتى يعرف نقاط القوة لكي يستفيد منها. بعد هذه الحرب،
الحرب العالمية الأولى، ثم هذه الحرب المدمرة بفاصل 21 سنة بين الحربين فقط، وهذا الدمار الشامل الذي حصل أخذ الغرب وبصورة خاصة أوروبا، لأنه كان وسط الحرب، مركز الحرب، أخذ أوروبا درسا، تعلم درسا، وهناك درس أعظم ما تعلمته أوروبا. الدرس الذي ما تعلمته أوروبا والغرب بعد الحرب العالمية الثانية، الله عز وجل، الأمور بيد الله عز وجل، الأمور ليست بيد البشر، البشر عليه أن يعمل أعمالا معينة، النتائج بيد الله عز وجل. بعد الحرب العالمية الأولى، عشرات من الدول جاهدت، جعلت كل جهدها ليحولوا من اشتعال حرب أخرى. دول عظمى جعلت كل طاقاتها لكي يحولوا من اشتعال فتنة أخرى تشعل حربا. تمكنوا؟ ليست دولة واحدة، عشرات الدول تمكنوا أن يحولوا من وقوع هذه الحرب، ما تمكنوا، تمكنوا أن لا يدخلوا في هذه الحرب، ما تمكنوا، رغما عنهم دخلوا في هذه الحرب ودمرت هذه الدول. يعني ماذا؟ هذا درس، درس من هذه الحرب. أبدا، هذا الدرس لا يفهمه العالم. الله بيد الله الأمور. طبعا الناس لا يعرفون هذا الدرس، هذا يغير المعادلة في الكون. أبدا، شخص لا يعترف بإحراق النار، النار تحرقه أم لا تحرقه، الواقع لا يتغير باعترافك أو عدم اعترافك، الواقع واقع، النار لا تتغير طبيعتها، إله الكون تأثيره ينتفي بإنكارك وإنكار غيرك؟ أبدا. العالم أنكر وجود الله، أنكر تأثير الله، أنكر أن الأمور بيد الله أو لم ينكر، هذا واقع، وهذا الواقع هو الذي يحكم. الالتجاء إلى الله عز وجل يبعد الشرور، الإعراض عن الله عز وجل، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، في الدنيا معيشة ضنكا، في الآخرة ونحشره يوم القيامة أعمى. لا يعترف حتى لو لم يكن يعترف، هذا واقع. هذا الدرس الذي لم يتعلمه الغرب وأوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، مع أن هذا الدرس درس واضح في الحرب العالمية الثانية. الدرس الثاني درس تعلمته أوروبا شيئا ما إلى حد، أنه لا يمكن أن يعيشوا بهذه الطريقة خلال 25 سنة، الفاصل 21 سنة، خلال 25 سنة حربان مدمرتان لا نتمكن أن نعيش. فما الحل؟ الحل التعايش، الحل الحريات. أوروبا بصورة خاصة التي كانت في وسط الحرب تعلمت شيئا من هذا الدرس. أنت امشي في دربك للأخير، أنا امشي في دربي للأخير، نختلف نختلف ولكن لا نتصارع، لأن هذه المشكلة مشكلة الظلم بسبب طائفية معينة في المظلوم. هذا السبب هو الذي أشعل نار الحرب العالمية الثانية. بريطانيا وفرنسا مارست هكذا طائفية ضد الألمان، هذه الحرب اشتعلت بهذا السبب.
وهذا ما يكتبونه هم يعترفون. من الذي دمر؟ هم أنفسهم. بريطانيا العظمى أصبحت دولة عادية تتحد مع كذا دولة لكي تشكل قوة أمام أمريكا ولا تتمكن. كانت آنذاك دولة، فرنسا كانت دولة من الدول العظمى، مستعمرات فرنسا كانت بالعشرات، أصبحت دولة عادية تتحد مع مجموعة من الدول لكي تشكل قوة عظمى ولا تتمكن أن تشكل قوة عظمى. هي تدمرت، إيطاليا تدمرت، مارسوا طائفية ضد فئة، ظلما ضد فئة، انتهت هذه الدول، انتهت الظالمة خلاص. تعلموا التعايش شيئا ما. لماذا أقول شيئا ما؟ لأنه في تلك الدول الآن أنت حر أن تقول رأيك، أن تبدي رأيك في المواضيع المختلفة، أي موضوع كان من حقك أن تنكر أي شيء، من حقك أن تنكر وجود الله عز وجل، ولكن ليس من حقك أن تنكر الهولوكوست. يعني ماذا؟ حريات؟ شخص الآن يأتي في إعلام في أوروبا في أي دولة ينكر وجود الله عز وجل، لا أحد يقول له شيئا. ولكن إذا شخص يأتي وينكر الهولوكوست يعاقب، يطارد، قد يسجن، قد تصادر أمواله. يعني بعض الحريات، يعني أيضا ما تعلموا الدرس، تعلموا شيئا من هذا الدرس. المرأة تخرج بأي ملبس، الرجل يخرج بأي ملبس يشاء، ولكن المسلمة بملبس الحجاب في بعض دول أوروبا ليس من حقها أن تخرج. لماذا؟ حرية، هذه تريد أن تخرج بهذا الملبس من حقها، ولكن هذه ليست من حق، ليس من حقها. يعني أيضا ما تعلم الدرس. هذه في قضايا معينة، هكذا في قضايا أخرى تعلموا شيئا من الدرس. وأما بلادنا ولله الحمد، البلاد التي لا تتعلم أي درس، ولله الحمد لا تتعلم دروس من غيرها ولا تتعلم دروس من مشاكلها، تعلمت درس أن الله عز وجل هو الملجأ، وبدون الالتجاء إلى الله عز وجل حياة الإنسان تتدمر أبدا. تعلمنا في بلادنا يوجد الله عز وجل في حياتنا، نعم فئة قلة من المؤمنين، نعم بقية الناس أين هم من الله عز وجل؟ أين وجود الله سبحانه وتعالى في السياسة؟ أين وجود الله في الاقتصاد؟ أين وجود الله في حياتنا؟ هذا أتركه. تعلمنا التعايش؟ أبدا. تعلمنا الحريات؟ أبدا. فئة تأتي تنفذ كل آرائها بحق الناس، كيف ما تمكنت؟ هل الحقوق متساوية؟ أبدا. هذا له الحق، ذاك ليس له الحق. في الدساتير يكتبون أن الحقوق متساوية، الكل سواء فيما لهم وفيما عليهم، ولكن الواقع ليس هكذا. مقدسات الآخرين محترمة، مقدساتك غير محترمة. اطعن في فلان، اطعن في فلانة، كفر فلانة، كفر فلانة، تسجن. كفر أبا طالب، كفر آمنة بنت وهب، لا تسجن. هذا من مقدسات أولئك، هذا من مقدسات هؤلاء، ما الفرق؟ حرية. هذا يريد أن يمشي هكذا، ذاك يريد أن يمشي بشكل آخر، هذا يريد أن يبدي رأيه، ذاك يريد أن يبدي رأيه.
أساس الحرب الطائفية. الطائفية كيف تكون؟ ممارسة الظلم بحق طائفة، هذه الطائفية. البعض يفسر الطائفية إذا شخص جاهر برأيه يقولون هذه طائفية، هذه ليست طائفية. مجاهرة بالرأي هذا الشيء عقلاني عقلائي. العقلاء يجاهرون بآرائهم طبيعي، أي شيء كان يجاهرون والعياذ بالله تعالى بعدم وجود الله سبحانه وتعالى. هذا الشيء الذي خلاف البداهة أصلا، من أبده البديهيات وجود الخالق عز وجل، هذا الشيء ينكرونه. عادي، هذا الشيء العادي لا نفهمه. لا علينا، ما الذي علينا؟ علينا ثلاثة أشياء. أولا الله، الله الله، الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، الالتجاء إلى الله عز وجل، هذا الواقع، هذا الذي إذا عرفه الإنسان لو اجتمعت الدنيا في محوه لا يتمكنون. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه اجتمعت الدنيا لمحوه، لا أقول ما تمكنوا أن يمحوا اسم أمير المؤمنين، ما تمكنوا أن يصدوا تألق أمير المؤمنين، يوما بعد يوم يتألق بين الناس عند الله عز وجل عظيم، تمكنوا أن يصدوا هذا التألق يوما بعد يوم أمير المؤمنين يتألق أكثر، تمكنوا؟ أبدا. الله. ثانيا ممارسة الحريات بكل السبل. إخواني، ما دام هؤلاء يمارسون الطائفية ضدك، أنت يجب عليك أن تمارس كل حرياتك. الذي يثير الحرب، الذي يشعل نار الحرب، الاحتقان في نفس المظلوم. أنت مظلوم تصبر، أنا مظلوم أصبر، آلاف من المظلومين يصبرون، سيخرج مظلوم يفجر. طبيعة الظلم هكذا، هذا الاحتقان يوما من الأيام ينفجر، إذا انفجر يحرق الأخضر واليابس، المظلوم يوما من الأيام ينفجر. في أوروبا انفجر المظلوم ففجر العالم، صبروا مجموعة من الألمان، خرج شخص اسمه هتلر كذا، فجر. يوما من الأيام المظلوم ينفجر، الظلم سيء، الظلم يأتي بالدمار في البلاد. يلزم أن لا نرضى بالظلم حتى لو كان ذلك حفاظا على بلادنا، إبعادا لبلادنا من الحروب الداخلية. هو يتعلم أن يصادر حقوقي، أنا أصبر، ابني لا يصبر، حفيدي لا يصبر، فتحدث مشكلة، تحدث حرب داخلية. أما إذا أنا مارست كل حرياتي كما هو يمارس حرياته، في البداية عليه صعب، لأنه يريد أن يظلمني، لا يريد أن يقبل الحرية لي، ولكن شيئا فشيئا يصبح واقعا. هذا في بلد شخص أقام احتفال لموت فلانة، ثارت الثائرة، عمله صحيح أو غير صحيح لا أريد الآن أن أقيمه، عمله جائز مستحب مكروه حرام، هذا تقييمه بيد المراجع، لا أريد أن أقيم. إنما صنع هذا الشيء، ثارت ثارتهم، نطالب بإعدامه، عجيب، نطالب بسجنه. ف
في السنة الثانية الوضع تغير خفت، في السنة الثالثة، في السنة الرابعة صار عاديا. هذا واقع، عندما يصبح الشيء واقعا سواء كان شيئا خطأ أو صحيحا خلاص هذا يمشي هذه المشية. آخرون تعلموا من احتفالات أخرى أقيمت، خلاص أصبح شيئا عاديا مألوفا. عندما تريد أن تأخذ حقك الوضع هكذا دائما، هناك مجموعة لا يريدون أن تأخذ حقك، أنت يلزم عليك أن تأخذ حقك حفاظا على نظام المجتمع. هذا هو النظام، أن كل شخص يأخذ حقه. في هذا البلد وغيره من البلاد عندما كانوا يريدون أن يمرروا قانون تصويت المرأة، أوه الضجة، تتذكرون قبل سنوات في هذا البلد صار ضجة، لا يحق للمرأة أن تصوت، أنت امرأة لا تريدين أن تصوتي لا تصوتي، هذه مرأة تريد أن تصوت، خلاص ضجة سنوات خلاص صار واقعا اليوم عادي جدا. الأمور هكذا تكون، عندما تريد أن تأخذ شيئا في البداية يقولون لا، حتى لو أردت أن تأخذ شيئا خاطئا إذا أصبح واقعا واقع هذا. في بلد من البلاد الحجاب فيه إلزامي، نساء ما أردنا أن يتحجب خرجنا بوضع كذائي. طبعا كان في البداية هذا الشيء صعبا عليهم، أوذوا شيئا فشيئا. في ذلك البلد الآن تذهب ترى آلاف مؤلفة من أشكال هذه النساء. أنا مقتنع 100% بأن الحجاب ضرورة في المجتمع، ضرورة. الحجاب يقي المجتمع من السقوط في كثير من المشاكل الاجتماعية، أنا أؤمن بهذا الشيء، واجب من الواجبات. ولكن هذا اليوم أصبح واقعا في ذلك البلد. الحريات هكذا، الحريات يلزم، حتى مثلت مثالا خاطئا بنظري، حتى نعرف أن الحق إذا مورس يصبح واقعا، الباطل أيضا إذا مورس يصبح واقعا، فأنت مارس الحق يصبح واقعا شيئا فشيئا يصبح واقعا. تركت الحق، الحق يذهب، يحدث بدال الحريات يحدث الاحتقان. الاحتقان خطير، خطير للطرفين. مارس حرياتك، أنت حالك حال بقية الناس. أحد المؤمنين في غرفة استقبال داره جعل لوحة كبيرة زيارة عاشوراء، البعض اعترض عليه قال لا هذه الزيارة فيها كثير، تعلمون زيارة فيها كثير من اللعن، هذه الزيارة بالخصوص. ناس آخرون يأتون إلى دارك، هذا غير مناسب. يعني الناس في دورهم يجعلون لوحات لنساء غير محجبات، هذا حقهم. ناس نصارى يجعلون لوحات من الإنجيل، يعني افتراء على الله، الإنجيل افتراء على الله عز وجل، هذا حقه، لا أحد يقول له لماذا. أما إذا شخص شيعي جعل زيارة عاشوراء ليس من حقه، داري يريد هذا الشخص أن يدخل إلى داري أهله مثلا، لا يريد أن يدخل إلى داري، لا يدخل. هذا وضعي. لماذا دائما نتراجع من هذا حق، هذه داري، هذا بلدي، هذا مجتمعي، حالي حال بقية الناس. هو لا يريد أن يعطيك الحق، أن تأخذ الحق، والحق يؤخذ. مولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة يقول لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا.
كن حرا، لا تكن عبد غيرك، يعني ماذا؟ يعني كن حرا. كن حرا يعني ماذا؟ يعني خذ حريتك. ليس لأحد الحق أن يصادر حقوقك، هذه حقوقك. الآخرون يمشون مشية، أنت امشي مشيتك. الآخرون يذكرون آراءهم، أنت أذكر آراءك. أذكر آراءك للأخير، كل شيء. اطلب حقوقك للأخير لا بعض حقوقك، بالطرق القانونية في البلاد التي يحكمها القانون، بالطرق الأخرى خذ حقك. أولا الله والالتجاء إلى الله عز وجل، ثانيا ممارسة حقوقك، هذا يقي المجتمعات من الحروب الداخلية، هذا يجعل توازنا في البلد. خلاص كل طرف يتعلم أن الطرف الآخر له حقوق، خلاص هذا يصبح واقعا، هذا ثانيا. ثالثا انتظار الفرج. انتظار الفرج يعني ماذا؟ كلمة فقط أقول، انتظار يعني شيء ليس بيدك، هذا معنى الانتظار. الشيء الذي هو بيدي أنا لا أنتظره، أنا أنتظر قدوم المسافر. أنتظر قدوم المسافر يعني ماذا؟ يعني قدومه ليس بيدي. من الممكن أن تسقط الطائرة لا يصل إلي، من الممكن أن يحدث حادث يتراجع عن السفر إلي، هذا معنى الانتظار. أنا أنتظر أرباحا، يعني من الممكن أن الأرباح لا تصلني. انتظار يعني شيء ليس بيدي، أنا أسعى ولكن النتيجة بيد غيري. انتظار، انتظار الفرج. الحرب العالمية الأولى انتهت، الحرب العالمية الثانية انتهت، الحرب العالمية الثالثة هم يعتقدون أن هذه الحرب ستأتي وأنها ليست بعيدة وأنها تنهي وجود البشر من على هذه البسيطة. كلها غير صحيحة. أولا من الممكن أن لا تأتي، ثانيا من الممكن أن تأتي ولكنها تكون بعيدة، ثالثا قطعا لا تنهي وجود البشر من على هذه البسيطة، لأنه حسب عقيدتنا سيأتي من يطهر هذه الأرض. فنتهيأ عقيديا عمليا نفسيا لذلك اليوم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات مولانا وسيدنا بقية الله العظيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم بحقه لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا، اللهم بحق وبحقهم أنر قلوبنا بنور الإيمان، اللهم بحقه وبحقهم زد في قلوبنا محبة محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم بحقهم زد في قلوبنا محبة شيعتهم، اللهم بحقهم زد في قلوبنا بغض أعدائهم، إنك أرحم الراحمين وأنت مجيب الدعوات، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله أكبر، الله أكبر.
الله.